لكم مكملين معاكم اللي تبقى من حلقتنا اليوم اللي هو طبعا مخصص للنجم التونسي والعربي والعالمي ايمن مبروك. لكن قبل هذه خلينا نشوفوا نزار النيفر ايش يعمل في تي ديسكاونت ونرجع طول مع ضيفنا. وقيت توا لي بون زافير كي نقولوا لي بون زافير بيان سو نقولوا كان تي ديسكاونت الشرقيه ولا سوغ انترنت. واليوم باش نحكيوا على S22 Ultra de chez Samsung. ونستقبلوا نجلة باش نحكيوا على آخر صيحة في التليفونات اللي هو S22 Ultra. عسلامة نجلة. عسلامة نزار. ألوغ باش يمتاز S22. Un mélange ما بين الجام S و النوت متاع سامسونج avec des caractéristiques défiant la concurrence. باهي برشا. باش نحكيو على الستوكاج. الستوكاج 256 جيجا. والرام 12 جيجا. والباتري 5000 ملي امبير. والاباري فوتو ابارامون ياسر طيارة. بروفيسيونيل معناتها il se différencie par rapport les galaxies الكل بالاباري فوتو نتاعهم. من لي برودوي سامسونج الكل. وي اكزاكتومون. شو مازال اخر نحكيو عليه الـ S22 Ultra. نزيدو نحكيو زاد على البروسيسور نتاعو اللي هو سناب دراجون. تي ديسكاونت عامله اون تري بون افير في الاس 22 الترا، كيفاش؟ البون افير في الاس 22 الترا عند تي ديسكاونت اللي هي تنجم تاخذ الاس 22 نتاعك سور 12 موا سون انتيري. معناتها سون انتيري. فوالا معناتها البري نتاعو يقعد هو بيدو حتى كي تخلصوا بعد 12 شهر. يا بلاش. معناتها العباد الكل اللي يحبوا الاس 22 الترا ما تلقاوه كان في تي ديسكاونت. Sur 12 fois sans intérêt. D'accord, elle fait des discounts. Femme livraison express. Yani, bah 2 heures sur Grand Tunis. Comme on dit, espère après 2 heures, c'est la technique fine anti. C'est comme une autre chose spéciale, Ramzan. Comme on dit, espère, j'ai comme chadit comme bad chacun de fatre. D'accord, allez, je vais te discount. Et دونك خلينا مع ضيفنا احنا اللي جينا اليوم من عمل ضخم وممتاز، عمل تكلموا عليه النقاد العالميين العربيين، تكلموا عليه خارج تونس في ايطاليا في حد ذاتها اللي هي نقولوا احنا اللي تدور عليها الاحداث وصلب المشاكل، انه الصغار اللي مينور والا حتى الكبار التوانسه اللي هاجروا يرميوا رواحهم في البحر ويرميوا صغيراتهم ونساهم والرضع في البحر باش يحرقوا هالحرقه من بلادهم ويمشيوا ماشي بالهم بين الجنه مفتوحه وباش يلقاوا الفلوس بالباله في ايطاليا، هكا ولا ايمن؟ اي للاسف برشا يخموا كما هكا. دونك مسلسل الحرقه شفنا في الجزء الاول حكايه ما يسمى بري حرقه والحرقه في حد ذاتها اي بوست حرقه ما بعد الحرقه. لأن فما برشا عباد معناها ما تعرفش ايش يصير من بعد ما عباد تحرق. بعد يمشوا للشنترو شنو هو الحكايه؟ معناها ابار التداعيات انا فما ناس مثال ما نعرفش عليه، فما ناس لطفة تموت مثال قبل ما توصل، فما ناس توصل واهلها ما يعرفوش عليهم. الناس 20 سنة وصغارهم ضايعه في البحر، فما برشا تقول لك انا امنيتي نلقاه نلقى الجثه وكقبر ندفنوا نبكي ونبرد. صفا عندنا 1400 مهاجر غير نظامي ما نعرفوا عليه حتى شيء. مسلسل الحرقه كان سبب انه يحرك من جديد الدوسي هذا في وزاره الخارجيه التونسيه بالتعاون مع الحكومه الايطاليه. دونك هذا انا ديما نقول العمل الفني بالاساس لازم يكون عنده رساله، عنده ميساج اخلاقي انساني. هذايا مش ميساج، هذايا زلزال من خلال الحرقه صار. وافكتيفمون حرك برشا منظمات حقوقيه على امنيستي الهيومن رايتس ووتش. الكل تحركت بعد مسلسل الحرقه باش تجري مع اهالي وشفنا الاسعد نحب نوجه له تحيه لاسعد خونا الاسعد المستاكي وعماد الدين الحكيم وزاد دي جي برو على راسها رضا سلامه سي رضا سلامه وعزيز سلامه طبعا دونك اللي امنوا بالبروجي هذا وبصراحه كما حكيت لك معناها اللي خلى ان حتى جمهور العريض اللي تبع المسلسل هذا يطالبوا بجزء ثاني اللي ما كانش موجود في الحسبان ديجا. هو هي كتبت ثلاثيه ظهر لي هو حسب ما فما بعض التصريحات تقول انه الاسعد المسلاتي حلم بثلاثيه. هي الثلاثيه بدات من المايسترو الحرقه الاولى والحرقه الثانيه. اما هي الثلاثيه زاد داخل فيها المايسترو. المايسترو هو اصلا حتى كي نشوفوا تو معناها في الحرقه الجزء الثاني اللي هو الضفه الاخرى نشوفوا مسلسل اخر.
صحيح أكيد. يعني اللي ضيع البارتي يعني الجزء الاول من مسلسل حرقه ينجم يتفرج في الجزء الثاني افيك بوكو ديكيليبر في الاحداث يعني كانها قصه اخرى او سيناريو اخر بعيد صحيح. تماما تكتب ليزاكس الاساسيين اللي تبنى عليهم الجزء الاول حافظ عليهم وزاد حل ديزاكس جدد. وبالمناسبه هذه معناها على مستوى الكتيبه برافو العماد وزاد والاسعد على الفكره اللي انا وقت يحكي على الضفه الاخرى مش الضفه الاخرى اوروبا ولا ولا ايطاليا لان فما ضفه اخرى في تونس وقت جاء حكى لك حشكم على المصب تاع بورشكير وشفنا الناس صحيح. معناها نتعيش وعايشة غادي وتعيش أخرى ورانا تونس أخرى ضفة أخرى في تونس صحيح صحيح. التعامل مع الأسعد الوسليتي ومع عماد عبد الحكيم في العمل هذية كيفاش تصنفوا؟ أنت ديجا خدمت معهم حاجة قبل ولا أول مرة؟ لا لا أنا خدمت معهم الحرقة بون الأسعد نعرفه من قبل. عماد تعاملت معه توا في الحرقة الأول والثاني تجربة مزيانة برشا. سر نجاح الثنائي هذية اعطينا سر شوف الخلطه العجيبه هذيا. انا نمن برشا بعقليه النويو الثلاثي هو راه ما ننساوش شركه الانتاج وما ننساوش دور رضا سليمه والمرحومه زاده مرت نجوى سليمه الله يرحمها. انا شوف انا نمن برشا بالنويو منطق النويو سواء في المسرح او في السينما عمل مشترك لا انك تكون جروب انك تبني عليه اساس الثقه المهني. تو الاسعد وعماد ودي جي برو عملوا النوايو نتاعهم وينجم زادا كما نشوفوا فما برشا معناها في تونس عملوا منطق النوايو على المستوى التقني وعلى المستوى الفني اي الفني معناها كممثلين وك ديما تشوف في نفس العمل نفس الممثلين حتى في العالم العربي نلاقوا المخرج هو بيدو ليكيب حتى مش حتى التكنيك حتى الممثلين هذاك اللي نحكي وتو في توصيل شي فيه في النوايو باش الناس تفهمنا النوايو حاجه خاطر حاجه باهيه واللوبينغ وانه انت ديما نخدم مع الكلون اللي نعرفه والمحابيت حاجه اخرى رح. لا 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 نوايوش بالعكس هو العمل الفني هو ستراتيجي كولكتيف هو عمل جماعي ماهوش فردي لكن زاد لان الظروف تبدلت والعقليه تبدلت ونعيشوا في وقت تاع سرعه وفي وقت ماديات ياسر فهمتني والماده تغات برشا دونك وقت تكسب انت خاصه العلاقه الانسانيه بين شخص وتربطكم عامل الثقه مهنيا اللي هي صعيبه برشا اليوم أكيد. انها تكون موجوده بالعكس ما نسميهاش معناها اللوبينغ نسميها منطق النويو اللي هو منطق الثقه منطق الخيان مع بعضنا ونمو فريق ناجح فريق ناجح علاش ما يعاودش يتعامل مع بعض وكما تشوف في كوره مثال جمعيه راه ما تبدل كيف سامحني صفاء تفضل اسالك انا على انت في الدور هذا اللي خدمته اللي هو ظاهر بعيد عليك برشا معناها ما ينجمش يكون قريب لك الاكسبيريونس كل كيفاش عشتها مع الدور ومع ليكيب ومع طبيعه التجربه بتاع الحرقه بالسكسي الاولاني وبالخدمه الثانيه. شوف بيان سور هو شخصيتي تجاني بعيد على اي من في الدنيا لا علاقه معناها بيه واحنا الحمد لله ديما قلتها قبل ونقولها وباش نبقى ديما الحمد لله على نعمه المسرح. اكيد. يعني لما يكون عندك تكوين مسرحي انا ولد ليزاد وعندي تكوين اكاديمي وليس بشرط ان يكون عندك تكوين اكاديمي ممكن زاد بالتجربه المسرحيه طبعا. تكون زاد روحك بالتجربه المسرحيه حتى ما عندكش تكوين اكاديمي لكن عندي تكوين اكاديمي علاش؟ لانه باش تأدي اي شخصيه كانت عندك برشا طرق انك تحضر بها الشخصيه نتاعك واحنا نسموها ان الشخصيه تنبني على برشا ابعاد بعدها الجسدي الثقافي التاريخي النفسي الاجتماعي اللي تبني عليه وبعد فما الجانب التوثيقي انك تمشي تسال اللي تفهم هي شخصيه احنا كي راهو بسلاسه بالعقد نتاعها بهي بكل ما نفهموش اللي هي تركيبه معقده جدا للفنان باش انت تقبلها بك السلاسه هذيك كل اي بيان سور باش تكون محترف وانك تكون ما يلزمش تصعب عليك حتى شخصيه باش تاديها وهذاك علاش انا كنت نحكي لك تو السلاسه انك ما تحسوش يمثل تحسوا هو هذاك هكاك مخلوق هكاك مش يمثل عليه ولا لان واش كنت نحكي لك انا تو لان الشخصيه تنبني على برشا ابعاد من جملتها البعد النفسي فهمتني البعد النفسي اللي هو اللي يخليك انك تلبس الشخصيه تلبس الشخصيه وتقنع الانسان المتفرج انه المؤدي للدور هذاك انه
هو صاحب جميل هذا الكل. اليوم مراجعاتك برؤيتك الحلقة الواحد الحلقة اثنين وين تصنفوا العمل هذا بعيدا عن أنت كممثل؟ اليوم نحكيه كمشاهد كأختيست مكش تمثل في التيم أو مكش في بابختي من العمل هذا وين تصنفوا ووقتيش نجموا الراو عمل تونسي موجود على دي بلاتفورم وإلا منصات عالمية ولو أنه حرقة بالنسبة لي أنا كرأيي الشخصي ما ينقصوا حتى شيء مش نلقاوه اليوم موجود على دي بلاتفورم وإلا على منصة عالمية. وين نصنفوا؟ شوف نصنفوا كعمل أرتيستيك ما أي نحكيك على مستوى إيماج على مستوى أداء على مستوى إخراج على مستوى كاستين كله نصنفوها في جملة الأعمال. نحي أيمن مبروك أنا موجود في كممثل في واحد على مستوى عالمي. علاش نحكيك علاش نصنفوا عالمي؟ إيه نصنفوا عالمي. علاش؟ أنا نتبع برشا ونتفرج في الأعمال، نتبع لي سيري، نتبع لي فيلم، ونتبع في الأمازون برايم، في نتفليكس، نتبع في شاهد فيب، وكي نشوف كاليتي ديماج وكاليتي دو جو تاع لي زاكتور، وهذا كل زاد يرجع لنوعية الكتيبة طبعا نتاع السيناريو. ما نجم كان نصنفوا عمل ينجم يكون في اللي في اللي علاش ما نفوتوش احنا علاش في تونس ما نراوش برشا اعمال من النوعيه هذه؟ برشا جاونا ضيوف يقول لك عندنا ازمه كتابه. ما عندناش ازمه كتابه، عندنا ما شاء الله كتاب وعندنا مخرجين كفاءات وعندنا دي جون تالون صغار وقاعدين يطلعوا. علاش ما نراوش اعمال كيف هكا تشوف النور ونلقاوها شغل دي بلاتفورم ونلقاوها كما انت تحكي؟ اليوم نحكيوا على حاجه عالميه، نحكيوا على ما نعرفش انا عمل لي نجم ينافس اقوى اللي سيغية عالمية، لان حكيت عليه اكبر الصحافة العالمية. دارنيير مو خرج ريبورتاج 16 دقيقة عملته راي نيوز 24 في ايطاليا اللي هي اكبر مصنفة من اكبر القنوات في العالم الاخبارية مع البي بي سي والسي ان ان والجزيرة، موجودة راي نيوز 24 وعملت عليه معناها ريبورتاج وجاونا واحنا نصوروا في باليرمو لانه عملوا الجزء الاول حكاوا عليه برشا وتبعوه. احنا نشوفوا تو الحرقه في الواتش ناو تي في في البلاتفورم عامل برسك 5 مليون مشاهد. صحيح. وكي نحكوا على عمل عامل 5 مليون مشاهده معناها نحكوا على عمل من طينه الاعمال الكبيره على المستوى العالمي. وهذاك علاش معناها لازم هاي الاعمال هذه تتعدى على نتفليكس وعلى الامازون على لي بلاتفورم هذوما الكبار وباش تجيها باش يجيها وتخرج ومسلسل الحرقه الاول والثاني بالناس الاثنين هذيك. نسالوا لا سعد اما مادامك انت هوني نسالوك انت اسكو احنا الميكانيزم نتاع الانتاج والرياليزاسيون اعمالنا بعيده برشا على ماكينه العالميه على هاللي بلاتفورم هذا صعاب نخلطوا لهم؟ مش صعيبة، مش صعيبة وديجا عندنا احنا تو خرجت فما اعمال تونسية موجودة على لي بلاتفورم. افلام اكثر منها سينما. اي سينما. لا لا حتى في السينما دوتور. لا 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 موجودة اللي مشاو تعرضوا في كان وتعرضوا في تورونتو وفي برلان في الواحد خرجوا. بل نلقاهم على بلاتفورم واحد ولا اثنين موجودين. مي ديجا هوني فما خطوة باهية على حسب الامكانيات تاع بلادنا، لان احنا دولة ما عندناش ما نجموش نقارنوا روحنا بمصر. علاش ما كنت انتاج؟ هذيك اندستري كامله تخدم وبالعكس الاعمال نتاعهم تساهم في الاقتصاد نتاعهم. ما نجموش نقارنوا بعضنا بهم. في حاجه واحده نجموا نقارنوا ونجموا نكونوا خير منهم برشا على مستوى الكفاءات اللي عندنا. صحيح. دونك نرجع للكلام باش نربط الحكايه هذه بالكفاءات اللي جبداتو بكري صفاء على مستوى عندنا ازمه تاع كتابه في تونس مش ما عندناش. عندنا ازمه تاع كتاب وتاع كتابه في تونس للاسف. بينما ما عندناش أزمة تاع مخرجين. عندنا مخرجين. عندنا مخرجين ممتازين في طراز عالي وعندنا جيل جديد طالع ما شاء الله عليهم وفرضين واحد مع المستوى. ما لقاوش فرصتهم خاطر احنا ديما كي نجيبوا دي زانفيتي راهو نجيبوا دي سيناريست يقول لك انا عندي 15 و20 سيناريو مكتوب وما لقيتش شكون ينتج. ما لقيتش شكون حتى يقراه مش ينتج لي. انا كي نعطيهولك باش نقراه يقول لي فيديا راه ما تقراش. يظهر لي نتصور مادام عندنا كفاءات في الاخراج مانيش باش نكونوا فقراء في السيناريو، لازم عندنا كفاءات. شو الكتاب اكيد اللي تحكي عليهم موجودين وناس تكتب وما نعرفوش عليهم وما نسمعوش عليهم. فهمتني؟ تونس فيها 24 ولايه واكيد في كل ولايه فما ناس تكتب وناس فما ناس عندهم موهبه ما جاتهمش الفرصه ما نجموش يوصلوا باش يوصلوا الواحد نتاعهم. صحيح. مي اوسي ماهيش الفكره في الكونتيتي. يظهر لي زاد ازمه الانتاج تعاون انا ما نشوفوهمش. كيفاه؟ يظهر لي زاد ازمه الانتاج هي اللي تخلينا ما نشوفوهمش. صحيح عندك ازمه
احنا شوف العمل نتاعنا موسمي، شوف يجي شهر رمضان ماناش معناها دولة تنتج على طول العام ونتفرجوا على المسلسلات التونسية على عام كامل كذا، هذه واحدة. ثاني حاجة لأن هذاك هو معناها هذيك حد الظروف الإنتاجية نتاعنا في تونس، إن شاء الله تتغير العقلية هذه. إن شاء الله نخرجوا من الموسم الرمضاني أو السباق الرمضاني اللي نلقاو فيه كان عمل ولا اثنين، تكون عندنا ماكينة إنتاجية تخدم عام 12 شهر وكي تخدم كي يكثروا الأعمال لي تكنيسيان تخدم، الممثلين تخدم، العجلة كاملة تدور، القطاع كامل يتحرك ويخدم. هي المشكلة راهي وين؟ المشكلة في المتفرج التونسي اللي هو لازم يكون عنده الثقافة أنه يتفرج على العمل خارج بشوية شوية. احنا هذه انا نقول لك المتفرج التونسي خاطئ، المتفرج التونسي اثبت لكم في قناه 21 يتفرج التعاود وتعمل في الاعادات عام كامل وتطلع في نسب المشاهده مسلسل تونسي معاود على طول العام مش في رمضان تجي هي الاولى. نكملوا بالمشاركات العربيه وشويه العالميه اللي انت في ايطاليا، يعني موجود في بوكو دو فيكسيون برشا اعمال تلفزيونيه، موجود تعديت في سيري معروفه على الاخر على راي اونو اللي انا ما تفرجتش فيه للاسف، نحكيو على غربي بسود العمل العربي الضخم، نحكيو على زاد كيف كيف فما عمل اخر حين رات اللي تعدى على قناه ابو ظبي زاد دور بطوله كما في غربي بسود لعب دور بطوله، نحكيو على الدوامه، نحكيو على شورب، على شنو باش نحكيو، على شنو باش نخليو، اما قلنا نحكيو شويه عربيا على المجال او النطاق العربي. لهنا كيفاش كان الاتصال بيك؟ يعني جينيرالمون يا يعرفوك في الدراما الايطاليه فيكسيون إيطالية أو في تونس، عربية لهنا كيفاش صارت العملية؟ عربية تعرف في إيطاليا ما تنجمش تخدم على المستوى الأوروبي من غير مانجر، من غير وكيل أعمال. وشركة الإنتاج تاع غربي بسود لما اتصلت معناها نوجه تحية عندي أختي توام أنا وياها اللي هي بنت ليزاد إيمان، كانت سبب وراء الكاستينغ ورا الغربي بسود. ومن بعد دخل فيها المانجر نتاعي ومشيت، وكان عمل معناها حصل لي الشرف اني نخدم فيه معناها العمل هذاك من ادوار البطوله في مسلسل ذاك مع نجوم عربيه كبيره برشا. واللي سمى من بعد دخل كاول دراما عربيه او من اول ثلاثه اعمال دراميه عربيه دخلت على شبكه نتفليكس واليوم ترجم لسبع لغات. نسبة مشاهدة كبيرة برشا، والعمل ذاك عمل 42% نسبة مشاهدة في العالم العربي، معناها عمل صار فيه برشا بوليميك. وهذا كان بعد جاب لي مسلسل حين رأت اللي هو من 30 حلقة، عملت زاد فيه دور بطولة كعمل عربي. السنة جات أوفر أخرى باش نعمل عمل آخر، لكن كنت أونجاجي عمل عربي زادة. لا 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 عربي مع نفس المخرج، مع نفس المخرج، مع نفس المخرج اللي عمل حين رأت، لكن كان عندي لونجاجمون في إيطاليا. شنو المسلسل؟ إيه كان نجم تقول لنا اسمه المسلسل؟ بلاك ليست، القائمة السوداء. دونك اللونجاجمون اللي كان عندي في إيطاليا ومع الحرقة من بعد ما حبش ناخذ حتى بروجي آخر مع الحرقة، لأني شتي كونسونتري في البروجي هذاك. والحمد لله اليوم كي ترى الناس تكره تيجيني في الشارع يلزمهم يكرهوك؟ نفرح اما ماذا بهم يكرهوش اي من اللي خاطيني نفرح. علاش؟ لانه اذا الناس وصلت كرهت التيجاني انا نفرح، نجم نقول اني توفقت الى حد ما في اداء الدور هذا. جديد عندك ايمن؟ جديد ان شاء الله عندي ان فيلم ايطاليان و دوب ما نكمل الفيلم نبدا تورني نتاعي انترناسيونال تاع اون بياس دو تياتر طليانيه، واللي فيها معايا اخويا جمال مداني ومريم صياح اللي هي عرض ايطالي بالاساس، ونبدا ان شاء الله نبدا المانيا النمسا فرنسا ونختموا التورني في ايطاليا. جوست دوب ما نكمل ان شاء الله. ربي يوفقك يا ايمن عايش. وبالحق سيتي ان بليزير اليوم، شرف كبير لينا اللي انت حاضر معنا عايش. قامه فنيه اليوم نحكيو على نجم على ايشيل انترناسيونال. نقولوا ايمن مبروك، رانا ما نقولوش كان في تونس نحكيو عربيا وزاد كيف عالميا ان شاء الله. ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله مزيد من التالق ومزيد من النجاح، واحنا خطفناك خطفين من الحرقه. يعطيك الصحه على قبول الدعوه. ميرسي ليك. نشوفوا احنا الشيفه تحيه كان تحب تدلك بحويجه بنينه ما فيها بيس. اكيد صافي، حتى اللي ناخذوا من وقتهم باش يتفرجوا فينا يستاهلوا برشا حاجات نقدوا فيهم، وذاك علاش احنا هنيه
مش حتى على لي غوسيت راهو حتى على النصيحه وعلى الكلمه الحلوه هذوك كلهم راهو احنا ليهم هما الوغ دوزور بحليه الدوزور بتاعك يا شيف هيلا والله هي سي ان فيرسور خارق العاده برشا حاجات يعاون برشا دايوغ ماهوش غالي برشا من الحاجات المتميزه فيه الغطاء نتاعو يقعد مغطي ويصب صبين تصب بيه لي كيك تصب بيه كل شيء معناها فريمون ممتاز هنا عندي الكريب البلانشا نتاعي اللي هي روسيلوبس حطيتها في الماكسيموم ونجي وتشوفوا الغرايف كيفاش كل برا الحاثقة كل شيء تعمل كل شيء كل شيء كل شيء حطينا عملنا عليها غرياد الليجوم توا هنا نعملوا في الغرايف بنعرفش المرة الجاية باش نعملوا عليها كل شيء شنو تحب نطيب لك عليها أنا البلانشا نحبهم عندي دايوغ واحدة في الدار نفس الماركة نخدم بها أمورها واضحة مزيانة لتوا عاملة عليها بونكيف تعرف ساعات نحطوها حتى فوق الطاولة مثلا باش نعملوا نحبوا نسخنوا الخبز أو ميم طون كو العشاء يبدا لي كروتون فوق كل البان لاي نعملوا الثوم فوق مع الزيت ونشكشكوا به الخبز ونحطوه فوق مع الشوربه باش ناكلوه مع الشوربه نحطوه البلانشا وتبدا هي سخونه اللي حاشوا بحاجه سخونه ونحطوا عليها البريك باش يقعد سخون نحطوا عليها كل شيء يعني هذه اماست هيف هي ديجا صغيره والديزاين نتاعها مزيان تحطها على كوجينتك وتنساها تحطها على الطاوله في الـ في, الـ في الـ على الطاوله نتاعك اللي تتعشى عليها اه شوفون تتعمل صحيح كيما بلاك شوفون وفيها الغراديواسيون دو دوغري معناها تتحكم انت في الطاقم تاع السخانه نتاعها ولا تطفيها ولا ما تقعدش تسل في البريز وترجع هنا هي عندك تيرموستا تخدم به امورك واضحه تعمل بها كل شيء تعمل تحب تعمل لي كريب تنجم تصبهم بالدي كريب بتصبهم بالدوزور هذايا وتعمل دي كريب فوق منها راه معناها هي تخدم كريبيير وتخدم هذه قلت لك هذه المراه الحاذقه في الكوزينه تعمل كل شيء هذيك هي ما ندبر عليكم كان في النساء الحاذقين انا دو توسون الوغ هنا نجي ونصب الغرايف نتاعي باش تعرفوهم ناجحين وقت اللي يعملوا اكل نكت هذوكا فوالا اكل الفقاعات هذوكا ويتشتشوا ويخرجوا منهم الهواء ويقعدوا فارغين كما تشوفوا فيهم هكا وقت ينقصوا كعبه الغرايف نشوفوا وسطها منفج كما نقولوا كما الوحده الغش بتاع النحلة بالضبط كيما الغش بتاع النحلة تلقى وسطهم الكل من قب من قب هذيك نجاح الغرايف ألوغ أنا هنايا نكمل هذوما من بعد نرجعوا مع بعضنا نشوفوا طاولتنا كيفاش حاضر ميرسي بوكو ليك شيف فتحي احنا خلينا نمشيو لفقرة الجمال الطبيعي اللي هي طبعا برعاية بيموك الطبيعي ومدام منير زايد وصلنا لفقرة الجمال الطبيعي برعاية بيموج طبيعي معنا كالعادة مدام منيا غزير كالعادة لا يقطع لنا عادة إن شاء الله ديما تقعد تجيب حدانا وربي يطول في عمرك يعيشك يخليك ميرسي انتوما زادة منورين ونسلموا على المشاهدين والمشاهدات الكل وإن شاء الله يا ربي يكمل رمضان لاباس وكل شيء يتعدل إن شاء الله نكملوه في صحة جيدة وكاملين الكلنا ولا نفقدوا العزيز لغالي يا إن شاء الله ربي. يا ربي اللهم آمين انا طول باش ناخذ معاك تليفون تاو قبل ما نبداو نحكي واش عندنا في بيموك خلينا ناخذوا اتصال خاطر مزروبين عسلامه عسلامه مرحبا مدام يديك عايشك عايشك شنو احوالك عايشك الحمد لله قولي شنو استعملت من بيموك لاله شنو كانت نتيجه التجربه هذه والله استعملت الجان نتاع البيوتاش نتاع مدام منى واستعملت نستعمل في الليكرون تاعها معناها فما الصابون ومعاه الماسك الكلا وعندي الكريم انتي تاش في الليل مع الليكرون هي جان كنا نستعمل فيها الحق موضع عليها تويتا عندي مده معناها ما نقصش عليها جمله وتحسنت برشا برشا معناها في وجهي معناتها ما عادش نستعمل الليكرون قولي قداش صغرت في هذا الكل من عام قداش نقصوا 10 5 سنين قداش ابوبري والله نقول لك حاجه ما فهمتش انسان كيراني ما يقوليش شنو عملت في وجهك اه ذيك سر قول لهم سر الخلطه أي. سر خلطه بيموك الطبيعي هذيك سيرتو فما سيرتو دي كروم صراحه تغنيك على البون دو تان جمله تعمل اي بون مين اي لي تان هي معناتها فيها لا سي دي غونيك ابارامون قالت لي مدام منيا دونك تشحط صراحه ما عادش نستغنى عليها لا سيف ولا شفاف يعطيك الصحه ان شاء الله ديما فرحانه وديما ساتيسفيت بلي برودوي فرحانه ربي يبارك لها يعطيك الصحه ان شاء الله من حسن الى احسن مدام منيا مشكوره عايشك ميرسي بوكو ليك مدام يعطيك الصحه على اتصالك ميرسي بوكو دونك شوف قداش فرحانه المدام الحمد لله احنا نساكي نبداو هكا نلقاو افيكاسيتي مع برودوي كي نلقينا ان بتي تريزور
كي لقينا كنز كي نلقاو برودوي يتميشى معانا خاطر ساعات تحط اون سوم دارجون كبيره والاسم العالي والمربط الخالي تلقاك تصرف تصرف ما تلقاش نتيجه. انا كيف اول مره يا ديزون وقت عملت الشيميو مشيت تخذيت باكو هكا كبروا صدقني مليون ونص خاطر وجهي وقتك حال مش نورمال والحليت تلقى الحكه هكا كبرها قد الطرف ما حتى نتيجه. كيف مشيت للدكتور بوستن قلت له كيفاه قال لي اتوليز دي برودوي قلت له انا خفت من الرياكسيون برودوي ناتوريل ما يمشيش افيك لو برودوي شيمي صدقني من نهارتي عملت البرودوي نتاعي لونتي تاش ولا حتى باش تعمل اكلا ولا ان غوماج ولا ليفتون حاجه عندك ريزولتا بالوقت هذيك الحمد لله يا ربي مش نشكر في المنتوج دايوغ اللي هو ماخذ السيرتيفيكا نتاع الكونفورم هذيك اي اللي هي 1223 اللي هي سيرتيفيكا ما تعطاش للناس الكل هي مطابقه مواصفات الجوده الاوروبيه والعالميه للمنتوجات على خاطرهم سون فورمول سون الكول طبعا 100% طبيعيين واللي هما زاد كيف كي اون بي اش نوتر اي سون بارابين اللي هي الحاجه المهمه والمهمه جدا. نمشيو بما ان في شهر سيدي رمضان مادام منيا فما برشا الناس تستغل وتحب تضعف اي يحبوا يضعفوا وعاملين برشا كونستيباسيون وعذر صحيح خاطر ما يشربوش الماء هو مش مساله شربنا خاطر الهيجين نتاعنا كله التابوليزم كله معناها كل شيء بيولوجيك تدخل بعضها أي. انا جو بريفير ديما حتى كي شق فطرهم على كاس مسخو دافي نقولوا سخون انا كيف مشيت للصين راه في العباد الكل تشرب في الماء سخون في الصباح بهم اي سي فغي ما يشربوش ماء بارد ما يشربوش ماء بارد بالكل واحنا بدا حبه دافي اقتراح هكا قارص كي تبدا الدنيا سخونه يشربوا في الماء سخون يا اخي سالت المترجمه قالت لي راهو هذاك وكلهم فونتر بلات اي ما تلقاش شنوي كرشو ولا اكسسوار مراه ولا راجل حتى حد كلهم فونتر بلات ايبا زاد الماء سخون عنده دور كبير برشا وثم توا برشا عباد زاد صافي يشربوا القهوه جوست بعد شقال فطر ياخذوا القهوه العربي يعصروا فيها نكيتا قارص ويشوفوا بعد الحال وقولوا لي شنو هو مش نقول لكم شنو اللي باش يعمل اكسترا اوردينير تهضم ما تخليش البدن معناها اكل غريس تتركب ونافعه برشا للبدن هي فيها الكافيين وكنكته القارص هذيك تحطها في وسط القهوه حاجه خارق للعاده يعطيك صحة مدام منيا دونك لهنا نرجعوا للبوماد نتاع العذر فما عباد الله غالب يعني صارت لهم لي فيسيور انال ويعني مش تقهوة توا الحكايه نمشيو الحاجه باش تعاونهم تعاونهم اللي عندنا احنا الخروب ينجموا يحطوا قرن خروب في وسط الماء خلينا نحكيو على البرودوي نقول لهم نحكيو على الحكايه لا لا هاني جيت هاني جيت هذايا كي يبدا دخلاني اي خاطر يلحم لي في سور الخروب دونك يبدا براني عندنا البوماده اللي هي ضربه ضربه للاكستيريور اي للخارج للعذر الخارجي الخارج الداخلي هذاك حاجه اخرى سورتو كي يبدا بعض مرات تلقى دي بول ولا حاجه يدهن بس يعني لي سون فيسور يبدا ما فماش من داخل معناها دي فيسور ولا سينيومون وتكم دوش بشويه ثلج في سره تحط فيها شويه ثلج تكمدو اكل الثلج هذاك يدخل لك اللي بول اللي يبداو خارجين الكعابر هذوك اللي يبداو خارجين ويقتلوا كومبليتمون اللي عندنا فيها دي فيتامين وثم زاد نقول لكم اللي فيها الكمون زاد البوماده اللي تقتلوا كومبليتمون معناها يعني ما يعاودش يرجع منيا والله انا هاني قدام كل ما نعمل الواحدة اللي حب لله معناها خاطر الشيميو تعمل برشا العذر العذر سورتو مش كونستيباسيون العذر خاطر الشيميو تنجم عباد تجري لهم كرشه صحيح فهمت دونك العذر يخرج من برشا حاجات والحمد لله يا ربي اللي لاباس وربي خلق الدواء نحكيو على العشبه لهنا منيا اللي ضعف العشبه اللي ضعف اللي يستغلوها في سيدي رمضان باش تعطي هكا افيكاسيتي كبيره ياسر العشبه يا ماني العشبه برشا انا واحده من الناس راني ناخذ كيما باش تاخذ كاس تي في عود باش تاخذ كاس تي ولا تيزان ومنها كاس اون تيزان وكا هي تعمل انفيزيون انفيزيون ماء كاس ماء الماء يغلي تحط المغرفه نعطيو احنا هذيك نتاع الكلاس في الكاس وبعد تصب عليها الماء سخون تغطيها شويه بعد تصفي وتشرب ميم سيستيم كو تيزان فوالا معناها مش تجيب النوم وتهدي الاعصاب سورتو سورتو ترقد مرتاحه هذه اهم شيء والله العظيم خاطر احنا كنا نخضوا بسم الله العظيم اما صدقني ترقد مرتاحه وثم فيها ايش تعمل تنحي لا ريتونسيون دو وتحرق الدهون
هي هذيك شنو اللي تعب برشا على خاطر تلقاها تقول لك عملت ريجيم وما ناكلش وما ناكلش وما ناكلش اي على خاطر ثم اللي هكا في حالات كيما هكا احنا رانا نبعثوا حتى لطبره انا كجيني عبد معناها سمنه مفرطه معناها نبعث نخدم نتعامل مع نتاع نوتريسيون ونبعثوا لهم ونشوفوهم ونقول لهم اسكو جو بو دوني سا جو بو دوني سا معناها ناخذ الاستشاره منهم سورتو نتاع نشوف الاستشارة هذي اللي جيتنا في تليفون توا شكون زعما عسلامة مع عسلامة مرحبا شكون معانا للا أنا اسمي ثريا مرحبا يا ثريا قولي ثريا شنو استعملت من بيموغ الطبيعي للا أنا استعملت الاسكاربو نتاع التجاعيد وكل واستعملت ليكخون وزاد ليكخون هذاك ضد الشمس اي واستعملت الكريم تاع ليدي كريم ليدي عناية كاملة وشاملة هذايا هاي صحة لقيت نتيجة أكيد عاد مادام كلمت لا ما فما نتيجة باهية اي فما تحسن الحمد لله الحمد لله يعطيك صحة مادام على اتصالك مشكورة ميرسي بوكو شكون صاحب دونك احنا اللي عندنا لاكام اللي هي نتاع لونتي شوت هكا ولا انت اللي ديما تشد اي عطينا لاكام اونتي شوت زدناهم ليكرون في بالي وذهب اللوبي ولا ايش بك تكلم شوية قولها قول والله مستمر داخل جميع باهي عبد القويل عطيناه حسبتك ما بالكش انا قلنا نندم ليه ما نندمش لان نعرفوك عاد احنا سنسنا فيك ما تندمش دونك عاود دونك لا جام شوت عطيناهم ذهب اللوبين وعطيناهم ليكرون خاطر فوالا ذهب اللوبين زدناه ماهوش تابع لونتي شوت اي ليه مش تابع ما انت زدت احنا زدتوا في الاخر لونتي شوت اللي احنا عطينا الاكسترا غوبوس وعطينا لو سيروم يظهر لي بتاع زريعه الكتان والسبراي السبراي اللي هو اكران بور لي شوفو ويعطي ريحه باهيه بنينه بنينه معناها اي توا هذايا كل شكون اللي ربحوا شكون اللي ربحوا انا مش مد لك اقرا لنا قلنا شكون اسمعي جينا اقرا لك ولا مش لابسه لونيتك جلولي مريومه جلولي مريومه دونك صح عليها جلولي اي والله مريومه جلولي هذه دونك مريومه جلولي تكلمكم هاكا هاكا صافا بلاش مريت وريت سلكتها سلكتها دونك جلولي مريومه هذه نورمالمون مريومه اسم فيسبوك نتاعها دونك جلولي مريومه هي اللي ربحت معنا لاكام اونتي شوت والليكرون وذهب اللوبين يل سوفي جوست تكلمكم تتحصل على الكادو تجي سوغ بلاس ما تجيش في الصباح تجي تجي ابارتيغ دو ميدي عندك مشكله مع الصباح الرزق الصباح شو انا عندي هكا حاجات ما نحيهمش هكا هو نواميس فوالا دونك تجي في القايله تاخذ الكادو نتاعها امورها واضحه بطاقه التعريف نقايدوا كل شيء موجود مرحبا يعطيك الصحه كل شيء متوفر كل شيء متوفر في تونس في سوسه لي كادو متوفرين انت قلتي باش تعطيهم كادو انا عاودت خدمت لهم الماسكارا ياسر عجبهم بالحق ولا الكحول ولا الماسكارا عاودت خدمت لهم موجود. بعد لا يوفى مازال نتاع الفندق مازال موجود يجيو سي با غاف اللي كل مره واحده خدت ثمه مراه كبيره بعد مراه تحبش الفوند تاع تقول لك اعطيني كحل كحل مثلا فهمت دونك انا هكا عندك ميزان ميزاننا كل واحده شنو نعطي وثم اللي نعطيها الزوز دونك وثم رجال محليهم اللي هما جاو يشريوا لنساهم اللي يتفرجوا فينا برشا الجاليه اللي هي في كسوسوا في فرنسا ولا في بلجيكا حاسين اللي جاني اليوم راجل مش خذا المرته يكلم فيها بالتليفون هي تقول له هو قاعد ياخذ لها هي في باريس وهو في تونس حب نحييها برشا المدام هذه ونحيي راجلها اللي برشا رجال اللي هما محليهم يبعثوهم نساهم ويجيو مش معناها كلي مرمضنين ولا ليه ليه ولا محليهم رجالنا التوانسه اي كنا محلنا التوانسه كل رجال ونسى يعطيك صحه مدام منى لا نحكيت على الراجل اللي ياخذ المرت ويوسع باله بيان سور يوسع باله ويجي ويشري لها ياخذ بالخاطر ياخذ بالخاطر يعطيك الصحه هذيك هي دونك ميرسي بوكو ليك مدام منى غزيل كنت هذه فقرتنا اليوم مع الجمال الطبيعي ومع بيموك الطبيعي لي كادو ديما موجودين لي برومو اوسي ديما موجودين عند بيموك في المانزا 5 والا في سوسه في سهلول طبعا نهج ياسر عرفت اقامه ملكه تابعوا لي دوز ادريس هذوما ما تنساوش لا باج فيسبوك وانستغرام كل هو ما هو جديد راهو يهبطوهم على لي باج نتاعهم مشكوره مره اخرى مدام منيا غزيل يعطيك الصحه الشهيه طيبه لي ربي يسامحني بركه حاجه ثم زوز اولاد عاملين جمعيه محليهم مروان والاخر ولا ما نعرفش اسمه اللي
مينور اللي هما بالانستغرام نتاعهم كل شيء يعاونوا باش يشريوا حوايج العيد للصغيرات. تقدي السنه البارح انا سمعتهم في الراديو يعطيهم الصحه ونحب نقول لهم بون كونتينياسيون. يعطيك صحة مدام منيا غزيل، ان شاء الله الشهية طيبة ليك انت. احنا خلينا نمشي ونختموا المنيو نتاعنا، خلينا نعرفوا شقان فاطرنا بعد الشيف فتحية كل واحد يمشي يهز عاد اليوم. ميرسي بوكو. انا كيما تشوفوا طاولتي حضرت اليوم دبرت عليكم النواصر، النواصر اللي هي ورده بالطبيعه، انا ما نعمل نواصر الا بعجين ورده. النواصر المتميزه هذه حطيت لها دجاج مليحه، استعملت لي بيلون، حطيت فيها الطماطم والهريسه سيكام، طماطم كونكاسي وطماطم معجونه سيكام، فوحتها جوست شويه ملح فلك حل عود قرفه، حطيت لها الخضره نتاعها، حطيتها طابت، معناها النواصر بالدجاج هكايا ما تتبش في اكثر من بين تجيب التجمير، ما تقعدش اكثر من ساعه راهي تغلي على النار، نار هاديه دب سله سله تطيب هي ودجاجها وامورها واضحه. معاها هي عملت اليوم طاجين القوطه، طاجين القوطه القوطه مرياح وبجبونات مرياح، استعملت فيه القوطه المتميزه مرياح، معاها جبن السيسيليان اللي فيه المعدنوس والثوم، معاها هي استعملت لي تخوا فروماج مرياح وخلطته بالتن الموجة اللي بالمال، التن المتميز بالفح نتاعو الرند الجبلي وملح واكيليبغي، اليوم استعملت الموجة اللي بالماء. مع هذا استعملت الغرايف، الغرايف راهم يجيو ملحين والا حلوين، تنجموا تستعملوهم ملحين باسكو خاطر لي بليني ناكلوهم ملحين اكثر الوقت، وهما نوع من نوع لي بليني. الوغ تستعملوهم تحطوا لهم، تنجموا تخلطوا لهم شويه قوطه تفوحوها وتحطوها فوقهم مع شويه طن، تعملوهم كيما سلطه البلانكيت لكن فوق الغرايف. استعملت فيهم فارينة ورده العاديه، فير سميد ورده الجويد، وعجنتهم بالماء مع خميره اسمها تشيف، خميره جاتو، خميره خبز. وريتكم طريقه نتاع خدمتهم وطريقه نتاع صبانهم. بالطبيعه انا في الصبان استعنت بالفيرسور نتاع من عند سيير، الماتيريال لي زاكسيسوار صغار كل من عند سيير، مشكور سيير، كذلك الكوشه عند سيير. معاهم هما عملت اليوم الشغلوت، شغلوت بالطبيعه لي بيسكوي نتاعها من عند بونومي، لي بيسكوي هذوما لي بيسكوي كويير المتميزين، كيما عنده البارح عملت لكم تيراميسو، هو كيت كامل تيراميسو، تو كل مره نعمل من معناها حاجه من اللي تظهر لكم باكويت ما تنجموا تعملوا بهم شيء ماهوش صحيح، راه كل حاجه نجموا نخرجوا منها حاجه. استعملت فيها كريم شانتي سمارت شيف، معجون فغاز سيكام، وبالطبيعة غطستهم في السيغو فغيمي جيل استعملت فيهم باش سقيتهم في عوض الحليب ولا نقعد نعصر في البرقدان يبدل لي مطعم الفغاز، استعملت فيها السيغو الفرامبواز. شفتوا كيفاش قصيتها قعدت شده روحها، بورتون مازالت ما بردتش مليح، نقول لكم خرجوها عند بعد المغرب قد باش تنجموا تاكلوها تبدا كابسه روحها بالقدا. نقول لكم شهية طيبه وان شاء الله نلقاكم في الويكاند الجاي مع دبرات اخرى واقتراحات اخرى من عندكم. الى اللقاء. ميرسي بوكو شيف فتحية، يعطيك الصحة على الدبارة البنينة والمزيانة وشقان الفطر المتميز 5 اتوال اليوم من عندك. أنا نحب نشكر زاد كيف كيف ياسيرة إكسبريس، دونك رمضان سنة مع ياسيرة إكسبريس، بكليك كل شيء يجيك ياسيرة إكسبريس، تحط على ذمتكم روبريك في الأبليكاسيون نتاعها اسمها ياسير ماركت، وغادي وين تلقاو فوتر سوبر مارشي أون لين واللي فيه كل شيء يلزم قضية الدار، قضية رمضان والدار، من لي برودوي أليمونتيغ حتى لي برودوي دونك entretien. وانتي معليك كان تيليشارجي لابليكاسيون طبعا وتحل الغوبريك يسير ماركت وتختار القضيه اللي انت تحب عليها، ويسير اكسبريس توصل لك الباب دارك في اقل من 30 دقيقه، وهذا الكل من 10 نتاع الصباح حتى شي 6 نتاع العشيه، ما لافاش تستناو تيليشارجيو لابليكاسيون دو يسير اكسبريس وكوانديو قضيه رمضان باحسن الاسوام على
على ياسير اكسبريس. نحب كيف كيف نعمل ريميرسيمون كبير للمرقوم التونسي، مرقوم اللي عامل لنا ديكوراسيون المزيانه نتاع البلاتو نتاعنا. زاد كيف كيف تلقاو فيه دو بوان دو فونت، دو شو روم، تلقاو شو روم الاولاني بحذا روم بوان السكره، وزاد كيف كيف البوان دو فونت الثانيه اللي هي مقابله السفاره الامريكيه في لاك دو. ادخلوا على الباج فيسبوك انستغرام باش تشوفوا وتاخذوا فكره على لي سالون المزيانين، بيوت القعاد والديكوراسيون الحلوه والمزيانه اللي من عند المرقوم التونسي. فيدي عندك ريميرسيمون. انا كالعاده دونك بنجم كي نشكر ضيوفنا اللي نورونا اليوم، دونك رستم ود الدار، ايمن مهدي، نشكرهم برشا على اللي جاونا ونورونا اليوم. ونعمل ريميرسيمون سبيسيال لفلور دوليس على الميزون بوتي، مالغري انا اليوم مريضه دونك ما خليت فيها حتى شيء هالميزون بوتي. دونك فلور دوليس تلقاوها في اللاك دو، تلقاوها زاده في المنزهويت، سينو بروشينمون ان شاء الله باش تلقاوهم في المرسى. ونعمل زاده ريميرسيمون لاتولي في دها كوتور، دونك عجبه المزيانه. وما ننساش باش نعمل ريميرسيمون حبيبه جولوري على الاكسسوار والجولوري المزيانين. يعطيك الصحة فادية. أنا نشكر زادا كيف كيف روسي أتولي على الجبة المزيانة هذيا، الكفتان المزيان. روسي أتولي تلقاها موجودة على الانستغرام كيما موجودة على الفيسبوك، تعمل دي سور مزور حاجات مزيانة، دي كرياسيون اونيك اي دي بيس اونيك. ادخلوا الباج فيسبوك انستغرام روسي أتولي باش تلقاو اون نوفيل كوليكسيون، دونك كونتاكتيوها وتعمل لكم لا ليفريزون زادا كيف كيف على كامل تراب الجمهورية. ايجالمون رميرسيمون كبير لفلور دو ليس بور لا ميزون بوتي نوتخ بارتنير. وكيف كيف رميرسيمون اكبر الحبيبه جولوري، حبيبه اللي تلقاوها موجوده في اوتيل لو كونكورد لاك 1 بور لي اكسسوار دي هاند ميد دي بيس اونيك من البيير بريسيوز اي سيمي بريسيوز. احنا نكونوا هكا وصلنا نهايه حلقتنا اليوم مع ضيوفنا اللي نورونا وشرفونا سيله هالحلقه المزينه هذه معك وجينتنا زاده كيف كيف العزيزه الغاليه. ملتقانا ان شاء الله يجدد بكم السبت الجاي في حلقه جديده من ويكاند ضيوف جدد. وطبعا غدو ما تنساوش حلقه كيف كيف سبيسيال مع الاعلاميه فاطمه سويد في الماتينال. التقانا السبت الجاي، شيء طيب الجميع. علاش لي فرحة رمضان لفارية تستنى شهر سيكا الكادوات بالجملة هيا ملا سيكا. مع سيكام ادخل في القرعة باش تربح واحد من الكادوات هذم، سيارات، دي زايفون 13، دي تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. سمعت البشارة؟ سيكام تربحك سيارة. إن شاء الله رمضانكم مبروك. وردة سرنا المحبة. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفتي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر؟ التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا. وتن البدر حضرناه سلا سلا، محضر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة، غني بالأوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفتي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحبة. سمحت شيف مسهل هالبنت. اليوم برومو قبيل مع او ام اس، باتري فيها 38 بيس جراني ما يلصقش وما يتخبش ب 899 دينار وتنجم تخلص على 6 شهور. او ام اس كوزيني اوترومون.
هذه الأيام العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا وأكرمنا بها بأن جعلنا نبلغ هذا الشهر العظيم ونعيش أيامه ولياليه. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه ممن ترحمهم وتغفر لهم وتغفر ذنوبهم وتعتق رقابهم من النار. ما تكذبش اللي قال في الانترنابل لسوا من الموديلات تكذب لأي مرات، وما تنساوش التسليم في وقته وفي نهاره زاده.